العلم منارة الحياة التي يسترشد بها الناس للوصول إلى التطور والتقدم، فهو أساس نمو المجتمعات والدول، لأنه يمهد الطريق لاكتشاف كل ما هو مفيد للإنسان. يعد العلم من أعظم أسباب السعادة ومن أقوى عوامل الرقي بين الأمم والشعوب، فهو في الحياة سر نهضتها ورقيها وتقدمها. بفضله أصبحت الحياة أكثر سهولة ورفاهية، فالعلم يساعد في اكتشاف الآلات وتطور الصناعات وإيجاد مزيد من الطرق للتقدم ودفع عجلة التنمية. وأصبح العالم قرية صغيرة يستطيع أي شخص فيه الوصول للآخر بفضل اختراع شبكات الاتصال والتواصل، كما له دورا بارزا في تغيير طريقة تفكير الإنسان وجعلها أكثر جدوى وفائدة. فالإنسان بلا علم هو إنسان غارق في ظلام الجهل والتخلف. بالعلم يعم الخير على الجميع، فهو يوسع مدارك أي شخص وينمي عقله ويطوع كل شيء لخدمته من تكنولوجيا حديثة، ويجعله أكثر وعيا بمشاكل مجتمعه وقضاياه الملحة، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تقدم المجتمع وازدهاره على يد جيل متعلم ومثقف وواع قادر على محاربة الظواهر والسلوكيات السلبية كالآفات الاجتماعية وغيرها. ويساعد العلم في اكتشاف العديد من العلاجات للعديد من الأمراض. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم طريق الجنة وسبيل الوصول إلى رضا الله. للعلم فضل كبير في إعلاء درجات الإنسان عند الله وفي سمو قدره وارتفاع قيمته، بالإضافة إلى ما يحققه المتعلم من نفع لمجتمعه ووطنه.